مساء الخير. في 10 إشارات لو عرفتهم هتتأكد إن الست التلاتينية عاوزة ترتبط بيك، أو عندها الرغبة في الارتباط بيك، أو بتحاول تتقرب لك من غير ما تبذل أي مجهود علشان تلفت نظرها. في فيديوهات سابقة كنا بنتكلم فيها عن نقط ضعف الست وإزاي الإنسان الراجل يستغلها علشان يتقرب لها. النهاردة مش هنتكلم عن نقط ضعف الست، النهاردة هنتكلم عن الإشارات اللي تقولك إنها فعلا عايزة ترتبط بيك، وإنها فعلا بتتودد ليك، وإنها عندها استعداد إنك تتكلم معاها أو إنك تتقرب منها من غير ما تكون أنت بتبذل مجهود عشان توصل لها. الست في العموم لما تكون بتثق في شخص وفي عندها مشاعر ناحيته بيظهر فيها قوي 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 شوية صفات أو شوية تصرفات لما بتعملها بتبقى تلقائية وعفوية ومش قصدها. يعني مثلا أول نقطة هنتكلم فيها، لو انتوا ماشيين جنب بعض في الشارع، لو انتوا ماشيين جنب بعض في الشارع هتفاجأ بأنها بتقرب منك، بتحط ايدها على كتفك او بتحط ايدها على ظهرك او بتسند عليك. الست لو مش واثقة في الراجل اللي معاها ولو مش حاسة ان هو دوت اللي هي عايزة ترتبط بيه، لا يمكن هتعمل التصرف ده، وهتلاقيها بتعمل التصرف ده بمنتهى التلقائية والعفوية، مش بطريقة مقصودة، مش بطريقة متعمدة. مثلا قاعدين في مكان، يعني في كافيه، في مكان مفتوح، قاعدين في مكان مش مكان عمل، يعني جلسة مش مكان، مش جلسة عمل، جلسة عادية، بتلاقيها بتبقى مقربة منك وهي قاعدة، بتلاقيها بتميل عليك وهي بتتكلم، ممكن تسند عليك وهي بتتكلم. التصرفات دي بتعملها لأنها عايزة تحس بمشاعر ود ناحيتك، أو عايزة تحسسك بأن هي متقبلة ده، هي مبسوطة بده، غصب عنها بتبقى بتقرب منك، كأنها بتدارى فيك، كأنها بتحاول تظهر اهتمامها الشخصي بيك، انها تكون في موقع برايفت بالنسبة لك. في حاجة لطيفة قوي بتعملها الست فعلا، انها بتتلكك انها تسامحك، يعني بتتغاضى عن هفوات صغيرة انت ممكن تعملها. لو هي مفيش جواها مشاعر كويسة بالنسبة لك، بالعكس كانت هتقف عندها شوية كتير. يعني مثلا ما ينفعش انك تكون مديها ميعاد وتتأخر عليها او تنساه او لاي سبب ما تروحوش في الوقت دوت، كانت هتكبر الموضوع قوي وكان هيبقى في خناقة لو ما كانتش هي من داخلها عايزة تقول لا انا مش عايزة اعمل مشكلة، فهتلاقيها بتتغاضى عن الموضوع وبتوجد لك مبررات وتصدقك حتى لو كنت بتكذب. الست لما بتبقى بتتودد لشخص او حاسة ان هو ده الشخص المناسب ليها او عايزة تقرب من الشخص دوت، بتعتمد على رأيه في حاجات كتير. يعني هتلاقيها بتيجي تسألك في حاجات كتير، بتاخد مشورتك في حاجات كتير، رأيك بالنسبة لها مهم، ممكن توقف تنفيذ اي حاجة لحد ما تسمع رأيك وتقيمه، وفي الغالب بتاخد بيه حتى لو كان بعيد عن رغبتها، لكن هي عايزة تعمل ده، هي عايزة تسمعك، هي عايزة تنفذ اللي انت هتقوله. الأهم من انها تاخد مشورتك وتسمع رأيك في المواضيع العامة، انها تاخد مشورتك وتسمع رأيك في المواضيع الخاصة. انها تسمع رأيك وتاخد مشورتك في المواضيع الخاصة. يعني مثلا الست مهم جدا بالنسبة لها الالوان واللبس والميك اب والشنط والموديل والحاجات ديت. هتبص تلاقيها بتسالك في حاجات غريبه، اللون ده احلى ولا اللون ده احلى؟ طيب انت ايه رايك؟ الميك اب ده اجيب كذا ولا اعمل كذا؟ طب ايه ريحه البرفيم دي افضل ولا ريحه دي افضل؟ الحاجات دي بالنسبه لها هي بتستشعر ايه اللي انت بتحبه، هي تطلب منك انها تعرف ايه اللي انت بتحبه من غير ما تسالك سؤال مباشر. يعني مثلا لو انت قلت لها انا بحب اللون الابيض، هتبص تلاقيها بتشتري الالوان الفاتحه اللي هي غالبيتها ابيض. لو قلت لها مثلا ان الفستان ده كان لطيف او الشوز ده كان شكله شيك، هتلاقيها بتلبسه كتير وخصوصا لما تكون جايه تقابلك. لو انت مثلا قلت لها ان في نوع بيرفيم هي حطيته انت وعجبت بيه، هتيجي كل يوم حاطه، لان هي دي الست بتبقى عايزه تعرف من بعيد انت عايز ايه عشان تعمله، مش هي عشان عايزه بس ترضيك، لان ده بيرضيها هي شخصيا، هي من جواها عايزه ترضيك فبتبقى راضيه. النقطه الجايه دي بقى الست فيها محترفه، الست ما بتنساش. يعني هتلاقيها بتفتكر المناسبات كويس جدا،
تفتكر عيد ميلادك والفالنتاين والأعياد العامة والمناسبات العامة والتواريخ المهمة وكل حاجة أنت ممكن تنساها هي فاكراها، فهتلاقيها دايما بتسبق بأنها هي تيجي تفكرك، تجيب لك هدية بسيطة. بس خلي بالك، أنا عايزة أقول لك حاجة مهمة جدا، إن على قد ما الست ما بتنساش كل حاجة تخصك، ما بتنساش لو أنت نسيت كل حاجة تخصها. يعني دايما الراجل بيعتمد على ان الست فاكره، حتى المتزوجين حتى المخطوبين هي ممكن تفتكر عيد جوازهم او ميعاد خطوبتهم وهو ما يفتكرش، هي تسارع بانها تجيب الهديه وهو على ما يفتكر يكون الموضوع عدى عليه يعني مده كويسه، او لازم هي اللي تقول له انت مش فاكر يا حبيبي ان احنا مثلا عيد جوازنا او خطوبتنا او كذا. الحاجات دي بتاثر جدا يا جماعه، جدا جدا. فلو لقيتها فاكره مناسباتك اعرف انها بتهتم بيك، اعرف انها عايزه تتودد ليك، انها عايزه تتقرب ليك. استغل النقطه دي كويس وافتكر انت كمان مناسبتها. عارف بقى يا وحش، لو جات حكيت لك عن اهلها، اخواتها، ولاد اخواتها، الناس اللي هم اسرتها، اعرف كده ان انت دخلت في دوره يلا تعالى تقدم لي، لان ده معناه انها بتدخلك جوه اسرتها، جوه بيتها، بتفتح لك الباب ان انت تتعرف على الناس اللي هم الخاصين جدا بيها، اللي هي بتمتن لوجودها في وسطيهم، اللي هي تحب تدخلك في وسطيهم كطرف جديد. فحاذر اول ما يبدأ الكلام عن الاهل، اعرف ان انت دخلت دلوقتي في منطقة انها فعلا عايزاك تاخد خطوة ارتباط بيها. فلو انت جاد جدا ونفسك ان انت تعمل ده، هي خلاص كده بتديك الاشارة. حاول تستفيد من الموضوع دوت، وتستفيد من حاجة تانية واخيرة، ابتسامة الست في وش الشخص اللي بتحبه او اللي هي عايزة ترتبط بيه ابتسامة مميزة جدا. ما ينفعش انها تكون ابتسامة مجاملة، ما ينفعش انها تكون ابتسامة مرسومة، انت هتحسها منك لنفسك انها ابتسامة صحيحية، انها ابتسامة حقيقية، وانها ابتسامة صحيحة وصريحة، وانها ليك انت لوحدك، مش ممكن تكون مزيفة. ولو انت صادق هتقابلها بنفس الصدق. في نقطتين بقى مرتبطين ببعض، ان الست دايما ليها اصحاب انسين او صاحبة واحدة انسين، بتبقى بتحكي لها عن كل حاجة، كل حاجة تخصها. ومن ضمن الحاجات اللي بتحكيها لها طبعا الشخص اللي هي بتحبه او اللي هي عايزة ترتبط بيه. فتخيل بقى ان الست اللي عندها صاحبة برايفت بالطريقة دي، او مجموعة اصدقاء انتيم ليها وبتتودد ليهم وبتقعد تتكلم معاهم، جات فجأة تكلمك انت عنهم، ده انت كده تعرف ان انت ايه، في ليفل تاني خالص، انت كده عديت. هي حطتك في خانة ارقى كمان منهم، لانها بتحكي لك عنهم اللي هم بالنسبه لها بيكونوا الصندوق الاسود اللي بتحدف فيه كل اسرارها. فتخيل ان هي بتعرفك عليهم وبتتكلم عنهم وبتحكي لك عن اسرارهم، مش بتحكي لك طبعا عن اسرارهم كلها لان بيبقى في حاجات ما تتحكيش، لكن هي بتحاول على الاقل انها تقرب اصحابها الانتيم من الانسان اللي بتحبه. اتمنى نكون استفدنا، ونتمنى نكون ان احنا شاورنا لك على النقط الصح اللي تخليك تختصر مسافة كبيرة جدا انك تحاول توصل لها. لا، هي ممكن تديك الاشارات ديت فتسهل لك الموضوع، ونتمنى لك ونتمنى لها ان انتوا الاتنين تتقابلوا في نقطة واحدة، وان يكون الشعور اللي بينكم شعور مميز ومتبادل.